كيف وجدت العمل مع زوجتك طبعا النجمة الكبيرة نيلي كريم؟ طبعا بنوجه لها تحية، بس يعني عادة مش سهل الواحد يعني يشتغل مع يعني شريكه. والله نيلي دي وحش. يعني أكيد. نيلي نيلي بصراحة أنت عملت قصدك يعني طبعا زي وحش تمثيل. تمثيل، ما قصدك وحش تاني، لا لأن وحش روحني تمثيل. ورطك على الهوا يا هشام وما ترجع البيت. لا لا وحش تمثيل طبعا، أوكي. وعارف طول عمري عارف ان هي جامده جدا جدا جدا، بس بعد اللي هي عملته هنا وازاي ماسكه الشخصيه وازاي ماسكه مشاعر الشخصيه الصعيدي والتون بتاع اللغه وبتمثل بعينيها صعيدي وبتمثل بجسمها صعيدي، يعني انا بصراحه شايف ان هي عامله دور هيبقى من اكبر واهم الادوار بالنسبه لها.